دائما طبعا الطفل اللي وزنه زايد يتعرض للتنمر اما من اصحابه او اهله، طبعا يعني ويلقب بالقاب دبدوب، ايش رايك يا غزل؟ ايش كمان الالقاب الثانيه؟ تختوخ تختوخ، يعني زي كذا صحيح؟ مكلبز بكبوزه يمسكون خدوده فيضايق والله انه كيوت، هو كيوت بس يضايق برضه من جد. اي طبعا اكيد هنا يجي دور الاهل وكيف يقدرون يساعدونه، صحيح؟ معنا اليوم علشان نتكلم اكثر عن هالموضوع مرام الصويلح، اخصائيه تغذيه، حياك الله. الله يحييكم مرام. قولي لي بدايه، نبغى ندخل بالموضوع على طول، ابغى اعرف كيف ممكن ينحف الطفل بس ما ياثر على نفسيته، يعني وهو دبدوب يعني ما ياثرون على نفسيته لا اهله ولا اصحابه. هو طفل، يعني هو يمر بمراحل نمو في حياته، ف من اول ما ينولد هو يعتمد على الغذاء الطبيعي له من الحليب من والدته، ويمر ايضا في مراحل السنه الاولى اللي هي من السنتين لخمس سنوات. فابدا من هنا الطفل يبدا يكتسب العادات الغذائيه اللي الام دائما تعطيه، يعني هو مثل الاسفنجه يتقبل كل شيء انت تسوينه فهو يبدا يقلدك. فهو يقعد يراقبك الان. يكبر شوي فيوصل للمرحلة من 6 ل 13 سنة، أنا أبدأ أنظم وجباته وأبدأ أعرفه أنه الصباح في وجبة فطور، الظهر في وجبة غداء، وقت المساء في وجبة عشاء. يبدأ يكبر خلاص، يبدأ الآن فترة المراهقة وخلاص الآن مش على نفس النظام. هو يبدأ الآن خلاص هو يختار وجباته الصحية. هو يبدأ ياخذ من هنا ومن هنا، وأنت بس عليك التوجيه والمراقبة. طبعا الوزن الزايد يأثر على نفسية الطفل، أكيد. يعني تلاقينا من كثر ما الألقاب اللي يسمعها بالمدرسة بالجيران، يروح الاستراحة، يعني يطلقون عليه زي العيارة عندنا، يعني دائما يقولون له انتب انتب، يلجأ يعني خلاص ياكل بشراهة عشان يثبت اني انا خلاص انا دب انا دب انا بقعد اكل كثير، ويبدأ يستخدم العنف. الوحدة بعد سبب من الأسباب، يعني يكون عنده وزن فدائما تلاقينا الحالة ما يبغى يسمع كلمة تجرحه ولا كلمة تزعله. فأنا واجبي هنا أني أبدأ أنتبه لكلماتي لما أجي أتكلم مع الطفل، وأنزل دائما المستوى بالكلام لأنه هو طفل، فأنا أتكلم معه بكلمات توصل العقلة ويستقبلها مني وتكون خفيفة عليه. صحيح. لا والله تفضل يا غزل. مرام، مع العلم انه انت بتقولي انه في بعض اللي يكون وزنهم ثقيل يكونوا منعزلين وما يحبوا يحتكوا بالناس، مع انه انا اشوف العكس، انه في كثير مثلا اللي يكون مثلا لو كانت عندك صاحبه وزنها زايد هي اللي دمها خفيف، هي اللي حبوبه، هي اللي تضحك، هي اللي تحرك الجو. لكن بنشوف برضه في مثلا ام وابو، لا تاخذي على محمد شخصي، في ام وابو بيكونوا مره نحاف، بس بالرغم من كده فعلا تلاقي ولدهم ما شاء الله او بنتهم كلبوزه ملصلصه. يعني ما احس كمان انه ممكن عادات الام او الغذائيه او الاب في الاكل ممكن تاثر على الطفل، ممكن هو الطفل ما شاء الله عليه اكول مع نفسه. تلعب العوامل الوراثيه دور في وزن الطفل، يكون احد الوالدين عنده وزن، لو ما كان عنده وزن العائله، الجد صح. الجده الفاميلي، العائله كلها، شجره العائله يكون في شخص عنده وزن زائد، فهالطفل يكتسب السمنه وراثه. هي وراثه ولها علاقه مرتبطه بالاكل اللي احنا قاعدين ناكله، فممكن ياخذ العامل الوراثي هذا ويصير عنده وزن. طيب يا لمي، احنا بنعرف انه الطفل كل ما كان صغير عمره 6 شهور وكذا تكون صحته رويانه، الام تنبسط انه اوه كيوت وتشيبي شيب وعندها مصطلحات غريبة، لكن هو ما الأم يمكن ما تكون عارفة أنه هي قاعدة تغذي الخلايا الدهنية في هذا الطفل، بحيث لما يكبر في سن عمره 5 سنوات ممكن يكون عنده وزن زايد يأثر على نفسه، على مشيته، على مفاصله، أشياء مرة كثير، وكمان الضغط النفسي اللي هو قاعد يمر فيه. غير من التعليقات لما تبدأ الأم تنتبه أنه الولد وزنه زايد وتبدأ تحرمه من الأكل أو تنظم أكله من جديد بعد ما دخلت فيه كل المواد اللي ممكن تسبب نوع من أنواع الإدمان كالنشويات. الحرمان ما يستخدم مع الطفل بتاتا لانه يسوي رده فعل عكسيه. الام لابد تعرف كيف تتعامل مع هذا الطفل، تبدا ترتب وجباتها، تبدا تساله وش رايك؟ احط لك كذا، غداك يكون كذا، تاخذه معاها السوبر ماركت، تخليه عنده ثقه عاليه، تخليه قائد يمسك العربيه، اخذ الجوافه اقول له هات جوافه فيها كل فيتامين سي.
واحطها وهو يقعد يناظرني ويبتسم لانه يراقبني الان يكتسب مني عادات، فحتثبت عنده في راسه انه الجواف فيها فايده. اذا رجعنا لنقطه انه السلوك عدوى. السلوك طبعا. أيوه. السلوك يعني هو الان يراقبك ويقلدك. واللي انت ما تسوينه مستحيل الطفل يسويه. فدائما خلوا تصرفاتكم سلوكياتكم كلماتكم يعني مثل ما انتم تسوون في حياتكم. لا تناقضون يعني افعالكم امام اطفالكم لانه الطفل ذكي. ذكرت الان حاجه مره حبيتها انه لا تحرمونه. الحرمان لا. فايش رايك ليش ما الام اللي تعمله انها تخفف من وجباته اللي كان ياكلها؟ يعني بدل ما هي تقطعه نهائي، عرفتي؟ يعني تجيب اشياء مره بسيطه وتخليه ياكلها ونفس اكله. هو طفل، هو بعمر نمو الان. صح. انا ما اقدر ابدي اخفف في السنوات الاولى، عمر نمو، طوله يتغير، وزنه يتغير، حجمه يتغير. حيرفض؟ انا اذا 5 سنوات اخليه بس يراقب ويشوف ويتعلم. من 6-13 سنة هو يبدا يتصرف. انظم وجباته، لكن ما امشي عليه حميه ابدا، ما امشي عليه دايت. جميل. أبداً. هذا اللي ابغاه. ولا اقول كلمه دايت قدامه. جميل. حتى واحنا نسولف ما اقول ولدي ما ياكل لازم يسوي دايت، لا ابدا، الكلمه هذه مؤلمه له. انت وياه. انا يعني لو تسمحوا لي بس اتدخل في هذه النقطه. انه فعليا احنا بنلاحظ دحين كثير فيديوهات اصبحت منتشره للامهات او لاهالي بيعملوا رجيمات لابنائهم الصغار او للاطفال الصغار في العائله. يمكن تتذكروا انه البنت كانت البنت اللي بتبكي وتقول ايه نظام ده جده يعني، وكانت مسكينه مره متحسسه بالموضوع زعلانه، وانت لازم تخسي وتاكلي عيش وميه. ما يعني نستهتر بالطفل يعني بالضبط. عارفه مع انه والله انا كان ينقال لي كثير كلام، انا كنت طفل تختوخ يعني خالص، لكن ما كنت اتاسف نهائيا والله يا جبل ما هزك ريح يعني، ما كانت تفرق معي، لانه انا كانت اسرتي في البيت كانت امي وابويا مو مهم، اهم شيء انه انت بخير وعرفتي كيف. فزين انا لما كبرت انا اللي صرت ابغى انحف لحالي، لكن دحين احنا بنلاحظ قد ايه الاهالي بيهتموا انه مثلا خصوصا لما تكون حتى لو ولد لازم ينحف لازم ينزل وزنه. ليه صار عندنا الهوس انه ابني او بنتي لازم يكون جسمه اون شيب ماشي على الصراط المستقيم؟ الوالدين هم قدوه للابناء، فهم يكتسبون مننا كل شيء احنا نسويه في حياتنا. الأم تهتم في مظهر طفلها ولازم تكون معه في كل مراحل النمو وكل المراحل اللي يمر فيها في حياتها. فلو شافت أنه ملابسه تغيرت عليه، الطفل وزنه يعني في المعدل الأعلى من الطبيعي، راحت عند الطبيبة وقالت لها الطبيبة أنه طفلك الوزن عنده أعلى من الطبيعي. مستحين قال أول مرام معلش، دحين صار في اصرار على انه لازم ينحف حتى لو كان عشان السوشيال ميديا يعتبر شكل. أيوة. الدنيا تغيرت. صح. عشان الدنيا تغيرت ميديا. الدنيا تغيرت، التعليمات والنصائح اللي اول نسمعها غير التعليمات والنصائح اللي الحين نسمعها، فالان المظهر جدا مهم. مهم. الامراض بدات تنتشر، فانا اخاف على طفلي. صح. يجي ربو، يجي سكر، تجي اي مشكله صحيه وانا ماني حاسه فيه، يعني ماني عارفه وش قاعد يصير في جسمه. يعني انت كاخصائيه تغذيه هل واجهتي او لقيتي يعني مثلا احد الاهالي بيعاني من انه ابنائهم او اطفالهم عندهم سمنه زائده وليست السمنه الطبيعيه؟ يعني كثير اهالي للاسف لما ياكل الطفل يقول له خلص صحنك، قاعده تخلص صحنك يجري وراك يوم القيامه. والله انا هذه القاعده مع صديقاتي وليس فقط. طيب انت حطي له الكميه اللي تكفيه عشان يخلص صحنه، لا تحطي له اكبر من كميته. طيب مرام، ما خليني اسالك، في بعض الاطفال يكون جسمه طبيعي في مرحله الطفوله، بس لما يبدا يقرب على مرحله المراهقه ما شاء الله تبارك الله يبدا كده تحسيه الولد فجاه او البنت فجاه كده تحسيها فرشت وتخنت وتختخت او يعني تعبى جسمها، هنا الأم إيش ممكن تسوي؟ تفضل وراء الطفل أو الطفلة إنه أنتبه أنتبه أنتبه، ولا تقول مثلاً إنه هي فترة مراهقة حتعدي وحتمر بسلام؟ أو فترة بلوغ كمان. أو فترة بلوغ. بلوغ تتغير الهرمونات اللي موجودة في الجسم. ما أستخدم صيغة الأمر ولا صيغة انحفي نقصي وزنك أنت دبة، أبداً ما أستخدم الأسلوب المباشر. أجيها بالنقاش بالحوار، أنت الآن في فترة شوي يعني فترة اسمها فترة مراهقة، وزنك يزيد شوي، لو تحسين أنه أني متضايقة من وزنك بنروح أنا وأنت لأخصائية التغذية نشوف هل هذا طبيعي، تشوف وزنك تشوف طولك تشوف. أنت ثقفي بنتك ثقفي عيالك، لأن أنت الأقرب لأطفالك في البيت بحكم أنك تتواجدين معهم أغلب الوقت.
تشوف الأخصائي التغذية مؤشر كتلة الجسم وزنك، ثقفيها، كلميها بهالأسلوب بهالحوار، تبدأ هي تنتبه لنفسها، تنتبه لوزنها، حتى تلاقين خياراتها في الأكل بدأت تتغير. ما هو كمان يعني إحنا كثير بنركز على موضوع الغذاء والأكل، وما نروح للأشياء اللي فيها كالوريز كثير، ما ناكل آيس كريم، لأنه الآيس كريم طبعا معروف إنه فيه هاي كالوريز، وفي نفس الوقت هو حق لحظة ثواني ويختفي، تختفي لذته. من الأشياء الكثيرة أنا كانت تعجبني وبنشوفها أكثر برا مش هنا، لما الأهالي يحاولوا إشراك أبنائهم وبناتهم في اللايف ستايل الصحي أو نمط حياة صحي، رياضة، سباحة، كاراتيه، تايكواندو، هذه الأشياء. في أي عمر أنا ممكن أبدأ أدخل ابني بحيث أنها تصير عادة عنده؟ هذه الأنشطة من 6 سنوات إلى 13 سنة لازم أبدأ أحرك الطفل، أخليه نشيط، أسجله في نادي، أخليه يسوي نشاط، أحط عندي غرفة في البيت كلها ألعاب، يكون الطفل في وضع أنه نشيط طول الوقت، يتحرك، ما أخليه في وضع الخمول وكل شيء يجي، لا أحركه أوجهه. الأب يلعب مع عياله كورة، الأم تدخل البنت معها تسوي لها حصص طبخ صحية في البيت، تعلمها الخيارات اللي موجودة، هذه الخضار فيها كذا. ليش بتلعب كورة؟ الأب يلعب مع عياله كورة. طب البنت تبي تلعب كورة؟ تلعب، تجي تلعب معه، بس الغياب يلعب كورة أكثر. سم يعني أنا أشوف كمان من إحدى الأشياء المهمة اللي هو دور المدرسة، لأنه للأسف الشديد بيواجهوا الأطفال اللي بيعانوا من سمنة أو سمنة زائدة بيتعرضوا لتنمر مرة كبير في المدرسة، فالمدرسة بدأت تسوي أدوار مرة متميزة ومتقدمة في نشر الوعي بالنسبة للسمنة، وتقدر تساعد حتى الأولاد والبنات خصوصا لما يكونوا في مراحل المتقدمة كيف ينحفوا أو كيف يخسروا وزن. فايش اللي كان ابرز شيء ممكن تكون مر عليك كاخصائيه تغذيه ممكن تكون قدمتيه كنصيحه للاهالي عشان سابقا ما كان في شيء اسمه نشاط ترفيهي في المدارس، ولا كانت في محاضرات توعويه صحيه، ولا كان في حصص يقدر مثلا البنات والاولاد يقدرون مثلا يحضرون اللانش بوكس اللي هو صندوق الاكل اللي ياخذون المدرسه، يعلمونها هذا تحط الفاكهه هنا، تحط الخبز هنا، ما كانت هذه موجوده. الان بدا يصير في توعيه، في تثقيف، لكن إلى الآن ما تم تفعيل دور أخصائي التغذية بالمدارس، وبالدليل أن نشوف الأطفال يشتكون دائما المقصف يبيع كذا، عندنا كذا، ما عندنا هذا الشيء، دائم لما تسولفين معه تكلمين معه هذا اللي موجود عندنا. ودور الأهل دائم يعطونا، يطلعونا بدون فطور، يعطونا الفلوس، أيوة، يلا روح اشتري، بدون توجيه، بدون إشراف. فدور أخصائي التغذية صار الآن مهم جدا في المدارس، الدورات والمحاضرات التوعوية، نخلي دائما النشاط البدني، حصة الرياضة دائم نقرنها بالتغذية. حلو. يعني بعد ما يخلصون رياضة نحط كذا محاضرة حلوة بأسلوب قصصي شيق عن التغذية، بحيث أنهم يربطون دائم ناكل ونسوي رياضة. جميل جدا مرام ناصوالحة، شكرا لتواجدك معنا اليوم، وشكرا على هذه المعلومات، يعطيك ألف عافية. العفو. مشاهدينا لازم ناكل ونسوي رياضة، هنطلع فاصل ومكملين معكم. تابعينا بعد الفاصل، افشاء أسرار المنزل من أكبر مسببات المشاكل.